داكور. إذا نعم تفضل أستاذ. نتابع. نحن الآن في الحديث عن المهارات المتعلقة بالمكون الثاني اللي هو الاستدلال العلمي والبياني والتواصلي، وأنا أخذت في واحد شوية ديال الوقت لأنه هو عليه 15 نقطة مقابل 5 نقاط اللي كاينين في المكون الأول اللي هو استرداد المعارف. إذا بالنسبة لهذا المكون هذا تحدثنا على المهارة ديال التحليل وفصلنا فيها شوية لأنه مهمة جدا، ثم تحدثنا على المهارة ديال التفسير والمهارة ديال المقارنة، وبالنسبة للاستنتاج يمكن لنا نعطيو الفكرة الأساسية اللي استخلصناها من المعطيات، ودون أن نعطيها في التعليل، يعني ما تبقاش عندنا التفسير والتعليل ويعني التوضيح وكذا، هذاك راه جاوبنا عليه، تنعطيو استنتاج فقط، يعني تنعطيو واحد الفكرة أساسية انطلاقا مما تم تقديمه من معطيات من تحليل ومن تفسير. المسألة الأخرى اللي هي راه تحدثت عليها قبيلة وهي داخلة في هاد 15 نقطة، وهي إنجاز الرسوم التخطيطية. الرسوم التخطيطية تتحطو واخا هما نادرا، ولكن تيكون إشكال كبير بالنسبة للتلامذة في حالة إلا تحط لهم الرسوم التخطيطية لأنه ما اعتادوش على هذيك الرسوم، فتيخص التلميذ أنه واحد المجموعة من الرسوم التخطيطية يعتاد عليها. لحسن الحظ أنه هاد السنة هذه ما واحد المجموعة من الوحدات ما غاديش تكون في الامتحان الوطني، خصوصا الجيولوجيا، وانا اتحدث عن شعبة علوم الحياة والارض وحتى شعبة علوم فيزيائية. الى كاع كانت الجيولوجيا غادي تكون اختيارية 100%، تكون اختيارية هي ما بينها وما بين التلوث في حالة الى كانت. اما بالنسبة لشعبة علوم الحياة والارض راه ما كايناش نهائيا لانه ما تدرساتش، ف وكاع الى نفترضوا انها كانت راه هي غادي تكون اختياريه، هذا احتمال بعيد جدا. وهي كانت في الحقيقه كانوا فيها رسومات وكانت تعطات كذلك في الامتحان الوطني، لقاو التلاميذ اشكالات كبيره في انجاز الرسومات اللي تتعلق بسلاسل الاصطدام وغيرها، ولكن هذا ما تيمنعش انه كاينين رسوم تخطيطيه في الوحده الاولى مهمه جدا اللي هي رسومات تخطيطيه تتعلق بآلية التقلص العضلي، رسومات تخطيطية تتعلق بالبنية ديال الالتخاستركتور ديال الميتوكوندري إلى آخره، يعني كاينين رسوم تخطيطية اللي خص التلاميذ يركزوا عليها ويعاودوها ورسموها إلى آخره، وغادي يعاونهم الله عز وجل. هناك أيضا إنجاز خطاطات تركيبية، يعني مما هو تم تدريسه، يعني تكون معطيه في التمرين، التلميذ هو تيربط ما بين هذوك العناصر بشكل واحد الشكل منطقي، والخطط راه معروفه عند التلميذ، كنستعملوا فيها اطارات وكنستعملوا فيها اسهم، يعني هذه كتعطيني هذه وهذه كتعطي هذه الى اخره، وتنعطيها واحد العنوان مناسب. اذا هذا بصفه عامه بالنسبه يعني المكون، بالنسبه للمكون الثاني اللي هو الاستدلال العلمي والبياني والتواصلي. اذا غادي ربما نكون جاوبت على السؤال المتعلق بواش غادي يتم بالحفظ او لا غادي يتم بالفهم. غادي يتم بهما معا، 5 نقاط فيها استرداد المعارف فيها الحفظ وبالضبط مع الفهم، و15 نقطة فيها جزء كبير ديال الفهم بالإضافة الى الحفظ، وهذا اللي بيعاوننا خصوصا في التفسير. نعم استاذ واصل، جزيل الشكر لك لانك الممتي بهذا الموضوع بطريقه جميله، وطرقتي بزاف ديال النقاط اللي كيحتاجهم جميع التلاميذ، وذكرتي بزاف ديال الاخطاء اللي كيرتكبوهم التلاميذ، منها تبني مثلا اسلوب ديال عدم تبني اسلوب المقارنه والتحليل والتفسير، الحوايج اللي كيفتقدوا لهم بزاف التلاميذ وما كيعطوش لهم البال بظنهم انها ماده علميه واننا ماشي مجبرين اننا نتبناو هذه الملكات هذه. ودونك نعاود نشكر الاستاذ واصل على جميع هذه المعلومات القيمه. في هذا الاطار كنبغي نسول التلميذ او الطالب عفوا زكريا الناتجي، فبالنسبه للاخطاء اللي ارتكبتي نتايا كتلميذ في البكالوريا فيما يخص علوم الحياه والارض، يعني شنو هما الاخطاء اللي واجهتك في هذه الماده هذه؟ كنبغي نشكر الاستاذ واصل على التوضيحات ديالو اللي كانت دغوا وبيتو، كانت في الدقه ديال كيفاش تاخذ السؤال، وهذه واحد النقطه اللي مهمه بزاف.
اللي حنايا ما كانش ملي كنكونوا غادي نمشي امتحان ما كنعرفوش كيفاش نحلوا السؤال هو الاول. ما كيكونش عندنا ما كنهضرش عليا شخصيا ولكن على الاغلبيه ديال التلاميذ ما كنعرفوش القراءه ديال الامتحان داك التهيئ ديال الامتحان كيفاش غادي نابوردي الاسئله. ما كنتلقاوش واحد لا فورماسيون في كومون ريبوند ا اون كيسيون. تقدر بزاف ديال التلاميذ كيقول لك مثلا انا دخلت الامتحان وجاوبت مزيان وما جبتش مزيان الوغ كو اللي هو كانت عنده المعرفه باش يجاوب على السؤال ولكن السؤال بذاته بحد ذاته ما استطاعش يجاوب عليه بطريقه دقيقه حيت الدقه في الجواب راه هي المطلوبه. وانا شخصيا كان هذا المشكل كان عندي قبل كان عندي بزاف حيت كانوا عندي لي كونيسونس ولكن كيفاش نحدد المطلوب من السؤال بالضبط وسورتو هذاك الطرف فاش كيكون عندك بزاف لي كونيسونس كتطرح السؤال مع راسك هو شنو هو الجواب الملائم في هذا السؤال. ومن خلال شرح ديال الاستاذ اللي كنحييه طرق الموضوع ديال ان السؤال كل سؤال راه عنده الخصوصيه ديالو والدقه مهمه في الاجابه على السؤال. شخصيا كان عندي مشكل كبير في هذا الصدد هذا. شكرا زكريا. يعني فريمون هذا هو اللي مهم يعني المنهجيه الاجابه هذا هو اللي حاول الاستاذ انه يفهمنا واللي فريمون كنقول لك توجيه باش انك تعرف انك تجاوب على الصفحه بالنسبه لك. نعم انا كتجربه شخصيه زعما الحمد لله في النواحي العلميه ما كانش عندي واحد المشكل كثير بزاف في ماده العلوم حياه الارض لان تبارك الله كان عندي واحد الاستاذ بحال واصل الخرشي كان استاذ مولين ثواب علوم حياه الارض وكيحببنا في الماده وكيوصل لنا المعلومات كما ينبغي بطريقه بالضبط كيفما دار الاستاذ واصل دابا. داكشي علاش زعما كنعاود نقول بلي اهميه الاستاذ واحد عنده واحد الاهميه فريمون كبيره بزاف وفي هذا الكونفينمون في زعما في لي نوسون ديستانس عطنا اهميه الاستاذ بطريقه كبيره. دونك شخصيا التجربه ديالي في ماده الحياه والارض كانت تجربه زوينه ما لقيتش فيها مشاكل. كنحاول نتبنى اسلوب ديال المقارنه اسلوب ديال التفسير ديال التحليل درت بزاف ديال خدمت بزاف ديال الامتحانات ديال الامثله قبل ما نمشي للامتحان كنت انني نحيد جميع وسائل كيف تنقول التشويش والازعاج باش نمشي للامتحان يكون الدماغ ديالي كونسونطري يكون مركز على داكشي اللي قدامي. حاولت نقرا الامتحان كامله باش نحاول نشوف نقولوا نقاط القوه ديالي ونقاط الضعف ديالي باش كتشوف شي تمرين تيكون صعيب. انا داك العام ديالنا كنظن تحت الجيولوجيا شويه مغايره على داكشي اللي كيتحط نورمالمون داكشي اللي حاولت نبداش بالجيولوجيا ومشيت للبلايص الساهلين مثلا كاستعداد المعارف لان كتحاول ما امكن تشيل عندك شويه بالدماغ تحطو ديريكتومون باش كفكره منك انه غيتنسى من بعد ما تقرب تكمل الامتحان. فوالا صايب التلوث من بعد استعداد المعارف من بعد الوراثه بشوي بشوي الى اخره حتى وصلت للجيولوجيا اللي صراحه اللي ضيعت فيها شويه ديال الوقت لانهم الا كنت كنعقل مزيان كانوا حطوا لنا واحد الطريقه شويه صراحه ما عملناش فيها ولا ما مرات تحطات ما كنت عقل ما بقيتش عقل على الجيولوجيا بزاف باش كنقرا على حيطه الارض ولكن واحد الحجر كان عندنا التمر وكان فيه الحجر الفوق ومحطه لنا لتحت دونك شويه بانيكيت وتخلعت شي شويه ما بقيتش عارفه واش هذاك ما عقلتش واش التمر ولا ظاهره اخرى ولا بزاف الحوايج بانيكيت شويه ولكن الانسان كيرجع لراسو كيسنقولو تركز مع ديك الماده اللي قدامو والحمد لله زعما في الاخير كيسر الامر وقدرت دارك داك الموقف والحمد لله زعما جبت لنا ديك علوم حياه الارض نقطه مزيانه زعما هذه هي التجربه الشخصيه ديالي مع ماده العلوم. باش نضيف على التجربة الشخصية ديالي أنا مع مادة العلوم والحياة والأرض أنا كنت سيونس مات دونك كانت عندي علوم حياة والأرض وكنت قريت لا بروميير بروموسيون قرينا في فرنسي قريت في بن عباد وداكشي علاش ما تعودناش بزاف على دوك لي تيرم كنا بحال الأساتذة كانوا في الأول يلاه كيجربوا كانوا حتى هما كانت التجربة ديالهم الأولى في هذا في الامتحان الوطني في لي سي في تي فرونسي حيت كما كنعرفوا جميع أن مات ولا فيزيك ما كيحتاجش بزاف ديال الفصاحة اللغوية ولا كتحتاج اون إيكواسيون كتحطها كنجاوب صحيح راه صحيح. دونك فهاد المنهج اللي كنا ديال لي سي في تي كان صعيب شويه علينا اننا ادوبتيوه
سورتو كو انا قريت لي اس في تي في 5 بالعربيه وجيت حتى ل 6 وبديت كنقرا بالفرونسي وكانت عندي هاد لو سول بروبليم باقي كنعقل في الناسيونال كنت تحطات لينا لا ديريف جينيتيك في باقي كنعقل على دابا في السؤال في التمرين الاخير ديال الامتحان الوطني وكان هذاك خاصك تستنتج تجاوب على مجموعه من الاسئله وتستنتج في الاخير انها سيتي اون ديريف جينيتيك وباقي نعقل مزيان كو تبعت المراحل بشويه في وسط طبيعه الحال غادي مع ليكزيرسيس بشويه حتى تفكات ديك الشفره ديال لا ديريف جينيتيك الوغ كو في ليكزيرسيس اللي كنا كنديرو في القسم ايتترا ما كناش كنديرو هاد لو جون ديكزيرسيس اللي حتى الاخر عاد باش خاصك انت تستنتج دونك انا اللي بغيت نشير ليها بزاف للتلاميذ وما عرفتش واش الاستاذ غيوافقني الراي سي كو ايه مزيان تخدم التمارين مزيان تخدم بزاف ديال ليكزيرسيس مي حاول تفهم لي سيتوياسيون ماشي لي زيكزيرسيس حاول اون فوا تحط لك ليكزيرسيس شوف لا سيتوياسيون اللي كاينه تفهم اكثر شنو صلب الموضوع ما تركزش في ليكزيرسيس ولا التسلسل ديال ليكزيرسيس حيت بزاف ديال التلاميذ كيخرج كيقول لك حطات لينا شي حاجه اللي عمرنا شفناها الوغ كو هذيك شي حاجه شفتيها مرارا وتكرارا غير بواحد لا مانيغ ان بو ديفلوبي ان بو لي سي نورمال يتحط باسكو لي زيكزامان راه كيتعاود فيهم بزاف د الحوايج ما يمكنش يتعاود يتحطوا لك نفس الاسئله بنفس وجواب ديالهم يكون بنفس الطريقه دونك الانسان ملي يكون يقرا بذكاء انا بلاكس كنشجع الانسان يدير بزاف ديال ليزيكزيرسيس ويخدم بزاف ديال لي ناسيونو الامتحانات الوطنيه ولكن ماشي بهدف الحفظ حيت الحفظ راه غادي تبدل هذاك الشيء اللي غادي تحط ولكن تحاول تفهم لي سيتوياسيون تفهم كيفاش تجيغي اون سيتوياسيون اللي انت راك عارف عندك لي كونيسونس راه لا ماجوريتي ديال التلاميذ راه كيمشيو للوطني قاريين وعارفين غير خصو شويه ديال المرونه في التفكير كيفاش تفكر دون مانيغ لانك تلقى توصل لواحد لو بوت وبغيت نشكر الاستاذ على واحد النقطه اللي ذكرها لان خصك تقرا ليكزيرسيس كامل حيت اللي لاحظت انا حتى لدابا من خلال جميع الامتحانات ماشي غير امتحان وطني سي كو ليكزامان اون سوا كيكون عنده ان سونس كيكون غادي لواحد لو بوت عمر ان ايكزامان كامل سورتو لي ايكزامان الكبار ما كيكون ايكزامان محطوط عشوائيا يكون عنده ان سونس دونك خاصك تعرف لو سونس فين غادي ليكزيرسيس لو سونس فين غادي ليكزامان باش تستطع انك تجاوب عليه بطريقه اللي محتاج انك تجاوب عليها ماشي غير تحط لي كونيسونس ديالك فوا با شيرشي انك تحط هذوك لي كونيسونس ديالك خاصك تتبع لو فيل كاين واحد لو فيل كوندكتور بشويه غتوصل لذاك الجواب اللي باغي يوصل لك الامتحان ولا النقطه تخيل ان الامتحان هو واحد القطار اللي بغى يوصلك من واحد النقطه ا لواحد النقطه ب توصل لهذاك النقطه اون فوا غادي توصل ليها غادي الا خرجتي من الامتحان وانت واصل لهذيك النقطه غادي تكون متاكد من انك غتجيب واحد النقطه اللي مزيانه ان شاء الله دونك شكرا جزيلا زكريا نتيجي شكرا صفاء شكرا استاذ واصل خرشي شكرا استاذ علي بويا سيتي واحد لا سيونس اللي غنيه بالمعلومات اللي تقاسمتو معنا ليكسبيريونس ديالكم شكرا على هذا لو بارطاج وان شاء الله التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحان الوطني يستافدوا من هذا لو بارطاج دونك ان شاء الله كلمه اخيره ديالنا وصلت نعم أستاذي وصلت للنهاية ديالها أنا نخليكم مع الأستاذ واصل خرشي في كلمة أخرى كاين واحد إيمان كاين واحد التساؤل كان عطاه السي زكريا وباقي واحد الكلمة أخيرة عند الأستاذ واصل راه يحاول أنه يطرحها لا بأس الله يجازيك بخير السؤال إلى كان السي زكريا أنا عندي كلمة أخيرة السؤال السي زكريا السي نتيجي كان عندك واحد التساؤل قلتي لك أنا واش التساؤل يهضر عليه سي زكريا قبيله كان عنده علاقه بان الطالب خصو يفهم الوضعيه اكثر ما انه يتبع فقط الاسئله لما اعتقد راه زكريا حاول صياغه السؤال بالشكل ديالو نعم استاذ التساؤل هو انه واش من الاحسن انك لي زيكزيرسيس اللي كتمرن فيهم انك تفهم لي سيتوياسيون اكثر وتعرف كيفاش تجيري اون سيتوياسيون اكثر ما انك لي زيكزيرسيس ملي كتكون كتدرب ماشي الهدف هو تجاوب على ليكزيرسيس الهدف هو تفهم التسلسل ديال ليكزيرسيس وتحاول تفهم كيفاش تجاوب على داك ليكزيرسيس
هو ما يمكنش الا انني نوافقك على هذه النقطه اللي قلتي بانه خاص الانسان يفهم الوضعيه هي الاولى والصروره ديال الامتحان من ديال التمرين من الاول حتى الاخر الى اخره. ياك متبعين؟ اييه استاذ الله يجازيك بخير. ولكن دابا راه حيت هادشي نسبي دابا التلامذ تنقسموا لواحد الفئات كثيره بزاف. كاين واحد الفئه دابا الهدف كلهم عندهم هدف بانهم يجيبوا نقطه مزيانه في الوطن، وباش يجيبوا نقطه مزيانه في الوطني خصهم يجيبوا نقطه مزيانه في المواد اللي هي في جميع المواد ثم في المواد اللي هي عندها معامل كبير. وباش يجيبوا نقطه مزيانه في هذيك الماده اللي عندها مثلا علوم الحياه والارض اللي المعامل ديالها كبير جدا سواء بالنسبه لشعبات علوم الحياه والارض 7 ولا العلوم الفيزيائيه 5، فكله طريقته كاين اللي تلقاه هو دائما تحصل على نقاط مزيانه ذكي كذا الى اخره، تيمشي تيخدم التمارين وتيفهم العمق ديال التمرين باش ملي تجي كاع قدامو شي سيتياسيون اللي هي جديده وداكشي تيستطع بسهوله انه يوصلها. كاينين بعض التلاميذ اللي هو كيمشي كيبقى كيحفظ هذاك الشيء او لا كيخدم واحد المجموعه من التمارين غير بشكل نمطي، ف يعني تيحصل على نقاط يمكن غادي يجيب ماشي ما غاديش يجيب، لانه الامتحانات ديال البكالوريا في الحقيقه انا تنقول بان هي امتحانات شبه نمطيه في هذه المواد ديال علوم الحياه والارض ولا باقي المواد، لانه ولاو دابا التلاميذ تيجيبوا 20 على 20 في الرياضيات و20 على 20 في الفيزياء و تيجيبوا 20 على 20 في الفلسفه 19 الفلسفه و تيجيبوا 19 ونص ربما 20 على 20 في علوم الحياه والارض. يعني تيكون ميثوديك تيكون عارفين غاديين انه عنده واحد لو بوت هو انه يجيب 20 ولا يجيب 19 الى اخره، هذه راه تتحط هذه كذا الى اخره، ربما يكون تيمشي بعيد تيفهم يعني ما وراء هذاك التمرين وكيفاش غادي وكذا الى اخره، وربما راه تيكون كما تنقولوا تنقول تنسميوه كراد، عرفتوا هذا المصطلح؟ اييه استاذ واش فهمتوني؟ اييه وكاع تيوصلوا، ولكن اللي صعيب بزاف هو انه التلميذ ما تيدير حتى حاجه، وانه التلميذ تيقول لك راه مازال ما قريتش راه مازال ما شفتش، هذا هو اللي خطير، هو داك العجز هو داك هو الموت، هو انه الانسان ما يدير حتى حاجه، ما يقرا بواحد الشكل اللي هو تيتعمق بواحد الشكل كبير، ما يخدم واحد العدد كبير، يعني ما يخدم كما ما يخدم كيفا، هذا هو اللي خطير. فاذا كان تيخدم كيفا هذا راه كما تيقولوا زبد بعسل، ولا كان تيخدم كما راه مزيان، ولكن اللي صعيب هو انه ما يدير حتى شي حاجه. فاحنا انا نطالب التلاميذ بانه يخدموا كما شرط هذوك يستعنوا بهذوك النقاط. وهنا لانه ربما يمكن نكون جاوبت على السؤال ياك، لانه عندي كلمه اخيره باش ما نطولش عليكم. نعم استاذ الا فهمتك، يعني بغيتي تقول التلاميذ تبناو الطريقه اللي بغيتو نتوما كاساتذه كتعطيوهم الحريه باش يتبناو الطريقه اللي بغاو، ولكن على الاقل يكونوا قراو، يعني على الاقل يكونوا تبناو واحد الطريقه معينه في اطار هذا الشيء اللي شار ليه السي زكريا. نعم انا هذا السؤال بالضبط، والاولويه الفهم والعمق باش ما يكونش داك الشيء نمطي. واضح؟ نعم استاذ واضح. تفضل الكلمه ديالك استاذ. الكلمه ديالي الاخيره اللي غادي نختم بها هي اولا انا غادي لا بد لي من انني نشكر الاساتذه ديال الماده اللي معايا ديال علوم الحياه والارض، الاستاذه ميلودا اللي تتقري معايا شعبه العلوم الفيزيائيه اللي استفدت منها كثيرا، واستاذه مقتدره جدا، والاستاذه كذلك عبو، لان حنا بثلاثه تندرسوا علوم الحياه والارض تندرسوا الماده ديال علوم الحياه والارض بالنسبه للثانوي التاهيلي، انا والاستاذ ميلودا واخدين البكالوريا، فجيت انا ولقيتهم استفدت منهم كثيرا. وتنشكر السيد المفتش سي فاسكاوين ديالنا والسي محمد غالب اللي كان مفتش ديالي في المديريه ديال الاقليم فقير بن صالح اللي اشتغلت فيها لمده 8 سنوات، ومجموعه من المفتشين منهم السي عبد الرحيم حاجي اللي في المديريه ديال مولاي رشيد في الدار البيضاء، والاساتذه اللي معاه اللي استفدنا منهم كثيرا جدا. واخيرا لا بد لي انني نوجه كلمه للتلاميذ بانه خصهم يكونوا ايجابيين وانهم يكونوا واقعيين، لانه عندهم واحد الدروس اللي قلال، وانه المراجعه ديالتهم والتمارين ديالهم والانجازات كلها تمت داخل القسم، وبالنسبه لهم الا كانوا بداوا من 16 مارس راه الوقت كافي جدا، يعني كفي انهم وما تبقى
كما قال سي عبد العالي هو غير كافي، ولكن تيكفي التدبير ديالو، يراجعوا شويه ويتسارحوا شويه، وتنطلب منهم انهم يقاوموا ما يسمى بالصراع النفسي والخوف، لانه الحمد لله الامور غادي تدوز بشكل ايجابي جدا. يبعدوا على ما يسمى بالحيل النفسيه، انه يقول بغيت نوض ندير واحد الحاجه اللي هي ما عندها حتى علاقه بالماده ديالو، بغيت نوض نعاون، بغيت نوض نقرا شي حاجه اللي هي ما عندها حتى علاقه الى اخره، وتيكذب على راسه بانه تيقول راه هذه راه حاجه مزيانه، ولكن هي حيل نفسيه تتهربوا على الاساس والجوهر اللي هو الامتحانات اللي تابعاه، اللي هي الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياه والارض والفلسفه والانجليزيه بالنسبه للشعب العلميه اللي تنتحدثوا عليها. يعني بعاد على كل ما هو حيل نفسيه، بقى يقول لي راسو سير قرا 60 حزب ولا كذا، رغم انه هذا الشيء راه مهم جدا وتينفعنا امام الله عز وجل، ولكن دابا الوقت هي وقت ديال الامتحانات وديال المراجعه الى اخره. فاخيرا غادي نقول لك ايها التلميذ ايها التلميذه، بانه راه انت فقط وحدك الذي يمكن ان تضمن نجاحك وتفوقك، يكفي ان تعتمد على الله عز وجل اولا واخيرا، وان تعمل وتثابر وتنظم وقتك وتركز، وان تحلم بمستقبل افضل يمكن تحقيقه، وان ترضى في الاخير بما كتبه الله لك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا استاذ على الملاحظات والتوجيهات واللي صراحه كانت غنيه جدا. نشكر الجميع على هذه الملاحظات اللي صراحه تعطوا في هذا الموضوع. كليك تختتمي بالنسبة للحوار نعم كنبغي ككلمة شكر، نشكر جميع الأساتذة اللي حضروا معنا في هذا اللقاء هذا، أستاذ زكريا طالب السلامة، أستاذ واصل الخرج، أستاذ عبد العالي بويا، وكنبغي نشكر الزملاء ديالي وأصدقاء ديالي بكلمة أخرى إيمان الباجي وزكريا النتيجي اللي كانوا معنا هذا الملتقى، وكنتمنى ان شاء الله نكون عاوتاني مجموعين في الملتقى الجاي، وان شاء الله بنفس العزيمه وبنفس هذه الاسئله القويه، وكنبغي نشكركم مره اخرى وشكرا جزيلا. مرحبا ان شاء الله. شي كلمه اخيره عند الاخوان سي زكريا ايمان؟ اللي نقدر نقول هو شكرا بزاف زعما، وكنبغي نحيي هذه الانيشيتيف حيت انا في هذه المرحله. وي زكريا او ايمان بحال زكريا هذه المرحله هذه اللي هي صعيبه، و je comprends les gens اللي عندهم دي بروبليم دابا ولا ستريس، راه سي با فاسيل ا جيري. غير هو اللي كنبغي نقول لهم انهم العمل اللي داروا العام كامل ان شاء الله راه يغطي، وان شاء الله غادي يسر الله، وغادي يدوزوا الامتحانات ديالهم على احسن ما يرام. غير لو ستريس ديال ليكزامان خصهم يجيريوه من دابا، حيت لو ستريس كيبدا من دابا ما كيخليكش حتى تخدم بعد مرات. كنقول لهم انهم يركزوا ويكونوا كونسيستون في هاد لا بيريود هادي، يخدموا بلا كونسيستونس، يحاولوا يتابعوا. جو سي كو صعيب شويه ان في الاخر سورتو في هاد الاخر انك تكون كونسيستون تخدم شوك، مي يحاولوا وراه يحطوا نصب اعينهم هاد ليكزامان اللي جاي، راه ما بقاش بزاف ان شاء الله يكون خير. غير فرصه من ذهب هذه، شوفوا لي زعما اللي قدامهم ما يتخلعوش، ان شاء الله غادي يكون كل شيء مزيان، وغادي يستر لهم الله. والحاجه اخرى اللي بغيت نطلب منكم هو ديروا شي سيونس على تهيئ اليوم الامتحان وكيفاش نابورديو الامتحان، حيت هذا واحد المشكل حتى هو كيتطرح عند الدراري بزاف، وان شاء الله لما لا نكون حاضر معكم. وشكرا جزيلا لكم كاملين. ان شاء الله شكرا لك ايمان صاحبه المبادره، تقبل الله الصيام، ونتمنى من الله انه تكون ان شاء الله معنا في عطيات ايمان ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذي، شكرا. كنشكركم كاملين، زعما هذا الابيزود كانت تري تري سبيسيال كما قلت في الاول، كانوا فيها بزاف ديال المعلومات، ان شاء الله يستافدوا الطلبه المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا من هاد الانيشيتيف. شكرا استاذ واصل الخرشي على لو بارطاج، شكرا استاذ عبد العالي بويا، شكرا صفاء، شكرا زكريا، شكرا استاذ زكريا على
على هذا البارتاج زوين. دونك ما عليا الا نضرب لكم موعد في الابيزود المجه اللي غتكون ان شاء الله في الاسبوع المقبل اللي غادي يستضيفوا فيها طالبه في وحده من المؤسسات العليا اللي عندنا باش بارطاجي ليكسبيريونس ديالها. دونك شكرا بزاف والى الملتقى. الملتقى ان شاء الله. شكرا لكم شباب. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. الله يوفقكم.